صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التقدير والإجمال تقديرا وتدميرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله النبي الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله الواحد القهار، صدق الله الوهاب، الغفور التواب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لملكوته الصعاب، ونالت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي القول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومالكنا من الشاهدين، ولما أوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات ربي وسلامه على آل إبراهيم وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى أمهات المؤمنين وعلى رسولنا الكريم. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، ووفقتنا لتلاوة وختم كتابك، العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها بيانا، أفضل كتبك نظاما وأفصحها بيانا، وأبينها حلالا وحراما. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبق به علينا من النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين،
واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن المساءة إلى الكرامة ومن أنواع الشر إلى أنواع الخير يا أرحم الراحمين ومن البدعة إلى السنة يا أرحم الراحمين اللهم ألبس به والدينا الحلل اللهم وألبس به والدينا تاج الكرامة اللهم اجعل ثواب كلامك لوالدينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم اجعله لنا ضياء ونورا يا أرحم الراحمين اللهم نور بالقرآن قلوبنا ونور بالقرآن قبورنا اللهم نور بالقرآن قبورنا يا كريم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا إلى جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم يا دائم الخير والإحسان يا من كل يوم هو في شأن يا من لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان نسألك الرحمة والغفران والعتق من النيران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم ما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وسلامة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب وما قسمت لنا فيها من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا كريم اللهم وأيقنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتوبة
الخير والاستكثار، واجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وأسعدته في طاعتك، فاستعدت بما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن رجائك، فإن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت صاحب الكرم والجود. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر، أم بمن نستغيث وأنت المغيث الساتر، أم بمن نستغفر وأنت الرحيم الغافر. من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أنيس المنقطعين، اجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم ارحمنا إذا انقطعت الأسباب، اللهم ارحمنا إذا انقطعت الأسباب وصار مولانا تحت التراب، فاجعل أعمالنا الصالحة شاهدة لنا بعد الممات، وارفع ذكرنا في الأرض والسماوات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا عن رحمتك مفرودين، ولا تجعلنا من بابك ميؤوسين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق لحوتنا، وارحم في يوم العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا من أهوال الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه أهل الحسرة والندامة. اللهم أعنا على الموت وسكرته، اللهم أعنا على الموت وسكرته، والقبر وظلمته، واللحد وروعته، والصراط وزلته. اللهم ارحمنا وأنت بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور. اللهم ارحمنا في ظلمات القبور يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير أقدام، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة قلوبنا واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وعدنا من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة لوالدينا، اللهم إنا نسألك رحمة لمن انطبع بهم القدر وصار مأواهم تحت التراب. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وارزقنا البر والإحسان إليه، ومن فارقناهم بالموت من أرحامنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأزواجنا وزوجاتنا، من فارقونا بالموت فاجعل دعاءنا اليوم رحمة لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا وأسعدهم كما أسعدونا. اللهم اجعل في قبورهم الضياء، اللهم إنهم بين يدي رحمتك وإنهم في حبل جوارك، فلا نملك لهم إلا الدعاء، وأنت أرحم بهم منا، وأنت أرحم بهم منا. يا من أمرتنا أن ندعو لوالدينا بالرحمة فأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين، ارحمهما ارحمهما كما ربونا صغارا يا أكرم الأكرمين. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عنا خير الجزاء يا رحيم يا رحمن. واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسح والسرور، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إننا اليوم ندعو لموتانا، فسخر لنا من يدعو لنا بعد وفاتنا يا أرحم الراحمين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا بمثله فتقبل منا فيه الصيام يا أرحم الراحمين والقيام، وإن كان في سابق علمك أن تقبض أرواحنا ويحيل بيننا وبينه يا أرحم الراحمين، فاجعل الخلافة على ماضينا، وأوسع الرحمة على باقينا يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في بلادنا في أمن وسلام وصحة وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الخير والرخاء والأمان يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وآمنهم في دورهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق من سعى وسمع هذه الختمة وحضرها وأمن عليها، اللهم تقبل منا ختمتنا، واجعلها ختمة مقبولة لمن سمعها ولمن جمعها ولمن حضرها.
اللهم وفق كل من سعى في خدمة بيتك، اللهم وفقه وأسعده في الدنيا والآخرة، وجازي رجال الأمن خير الجزاء، وكل من سعى على راحة عبادك فرحه في الدنيا والآخرة، وأسعده دنيا وآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من حضر وصلى في هذا المسجد وسمع كتابك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الخشوع، وارزقنا التدبر، وارزقنا العمل بما نسمعه من كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتلينا، وما قصرت عليه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.